شكلك حابة تلعبي بدمك، بس منيح كتير اني مو طولة هون. هاندا عندك زيارة. يمان ممنوع اللمس. طيب حضرة الشرطي ماشي. معلش هاندا، شو صاير بوشك؟ انتي منيحة؟ مو منيحة يمان. شو هاد يا بنتها؟ شو هاد ليلي؟ تعبت أعصابي كتير، عم يعملوني مثل الحيوانة بالمهجة. شوفي اوعى تتعدي على حدا جواها، هون مو مثل برا ابدا. على اساس رح تطلعني من هون فورا؟ امتى بدي اطلع من هون؟ انا ما عاد فيني اتحمل هالقعده ابدا. ايه خلص انا وعدتك، طولي بالك رح طالعك من هون. حليت مشكله ابي؟ رحت وما لقيت المصاري. كيف ما لقيتهم؟ لا لا تكون عم تلعب علي انت. احترم حالك، لو كان هيك ليش لاجي لهون؟ لانه ما حدا بيعرف محل المصاري غيري. مين رح ياخذهم يعني؟ اخ يا ربي دخيلك. يمان والله ما في غير يمان، اكيد يمان يلي اخذ هدول المصاري. والله يمان يلي اخذهم. اتركني والله لا اقتلك، والله لا كسرك لسه، والله لا اقتلك. راجع. تعالي معي، يلا تعالي. شو عم تعمل هي؟ هلا بتنتكس. خليها تنبسط. شوفي مين اجا. تعالي اعرفك عليه. اهلين فيكم. اهلين. اهلين فيكي. تعالوا لورجيكم طاولتكم. اهلين فيكم. اهلين فيكي. عائشة روحي. اهلا بالبطل الزيتون، كيفك؟ انت منيح؟
مرحبا أخي سينان. مرحبا. أنا معك. ماشي. سينان تعو لهون. فرحت كثير إنك ما رحتي على اسطنبول أختي عائشة. وأنا كثير فرحت لأني شفتك موجي. تعي بدي أعرفك على حدا. بنت خالتي. مرحبا، انبسطت بشوفتك. أنا موجي. وأنا كمان انبسطت بشوفتك. أنا إلي. وعمي جاية كمان، هيك سمعت. شو بتقول؟ رح نكسب القضية؟ الاحتمال كبير. يعني إذا محامي فريد سان جاك زادة أكيد رح نكسب القضية، مو هيك؟ بهي السرعة مليت مني؟ عم تشوف ساعتك كتير؟ لا شو هالحكي هاد؟ ملل شو؟ معقولة تقولي هيك يا روح؟ أيوة، معناتها تصالحت مع عائشة وعم تقول خليني روح لحبيبتي بسرعة، مو؟ لا ما تصالحنا، بس في محل لازم روح عليه. مزبوط؟ إذا بدك ممكن أخدك معي. لوين؟ على الحفلة. أكيد بتكوني اشتقتي لحفلاتنا هون. حفلة شو فريد؟ طهور. مفكر عدنان عنده بس ولدين، مو هيك؟ حبيت انكم تتعرفوا على مرشحنا الثاني. تعالي مان. يعني يمان ابن عدنان؟ وإلا ليش ليحطوا مدير عام الشركة؟ شوفي ولي، علقتي على أمالك قدها. أنا قلت لك لا تلعبي معي، مو هيك؟ إذا بخنقك هلا حتموتي فورا وما حدا شايف. لا عاد تلعبي معي، عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ قولي لي. أيوه هيك. عقلي. بنتي صار لك شيء؟ أكيد تعبتي. تعي اقعدي هون شوي. أنت منيحة؟ تعبتي حالك كثير. تعي. شو صار إليف؟ عم تتوجعي؟ أنت منيحة؟ رح أخذها على المستشفى لحتى أفحصها. أهدأ. تشربي مي؟ قلت لك بلا ما نخاطر، سمعنا من عائشة وإجينا لهون. شو رح يصير هلا؟ جدي لا تصرخ، رح تخوف البنت. طيب خلص، ما في شيء. رح اخذها على المستشفى وافحصها. ما بتثق فيني؟ طيب خلص، المستشفى قريب، رح اخذها وافحصها. إيه؟ انت خليك مع عائشة عشان ما تفهم انه في شيء. ماشي خلص. طيب يلا يلا يا روح. تعالي معي. يلا يلا امشي. تعي ما في شيء. يلا وخبروني شو بيصير معكم. ايه لا تخاف، ما في شيء. تعي يا روح، لا تخافي، ما في شيء ابدا. مبين انه اخوك سريع اكثر من ابوك. طلع اخ. شو سريع؟ شو Thank you.
فريد. أهلين مرت عمي. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. روح رفيقتي من أيام الجامعة. والله جد شرفت بمعرفتك. أنا أكثر. شوفوا محلكم جنب طاولة أخوك، تفضلوا. شكرا. أخي أصلاً بتعرفوا بعض، روح من الجامعة بتذكر؟ مرت أخي ليمان، بنت أخي وحبيبتي موكي، روح. مرحبا، شرفت فيكم. إذا بتقبلوا ضيوف بدون عزيمة، بس أنا جبت هاي مشان زيته. والله ما كان في داعي تعذب حالك. وأنا كمان هيك صار طهوري وقتها، هيك طهور جماعي من أزادة سان جاك زادة المشهورة بعمل الخير. كانت تجيب هدايا للكل، طبعاً أنا ما كان لي حدا، مشان هيك ما إجاني هدايا. صراحة لما تذكرت هالشي اشتريت هالهدية لزيته. زيتون هنيك. واقف شوي. مرحبا عائشة. مرحبا يا مان، أنا منيحة، أنت كيفك؟ منيح تسلمي. أهلين فيك. أنا جبت لك هدية. جاهز يا بطل؟ ماني شايفة إليف، وينها؟ ملت، طلعت مع ميرزا تشم هوا. طيب مرحبا عائشة، تعالي روح. هذا زيتون، زينة قصرنا، واليوم طهوره. مرحبا، مرحبا. شوف جبت لك هاي. مبروك يا حبيبي. هاي؟ خليها بيناتنا، لما كنت صغير كمان خفت. أنا رح جيب لإلي شي أشربه، بدك جيب لك معي شي؟ يسلم وروح، أنت مبسطي. ما بدك تسأل شو اللي جبت لك يا؟ ها؟ شوف دبدوب. معقول في حدا بيسمي بنته رو؟ كأنه عم تتغزل فيها. بسيطة، إذا مو عاجبك من إلا تغير اسمها. أكيد عم يقطع بنصيبة. يلي بيسمع بيفكركن حبيبين، يمكن يكون هذا قدرك وتصير حبيبتك بشيه. عايشة بلا حكي فاضي، عم بقلك البنت رفيقتي من الجامعة وهلأ صارت موكلتي. والله المحامي ما بيجيب موكلته على حفل طهور على حد علمي. عم ضحكك؟ ليش عم تضحك؟ جبت هاي البنت لهون مشان تخليني غار، مو هيك؟
مو عاطي حالك أهمية أكتر من اللزوم؟ بعتذر والله، أنت متعود تلاقي بنت وتجيبها على الحفلات مزبوط؟ صاير حكيك بيجرح. عيب عليك، هذا حكي بينحكى هلأ؟ بس مبين أنك كتير غيرانة. أنا ما غرت، بس بدك توضح لي هالشي. انفصلنا من فترة قريبة وأنت فوراً لقيت بنت جديدة ومسكتها من إيدها وجبتها تورجيها لعائلتها. هي قلة احترام لإلي، قلة احترام لذكراهي. أنا ما قللت من احترامك ولا مسكت حدا بإيدي، قلت لك هي رفيقتي، رفيقتي. أنا ما سافرت مع حدا لحالنا بسيارة مثلك. شو قصدك من هالحكي؟ اهدي شوي هلأ، اهدي، الكل عم يتطلعوا علينا. أنا هادية فريد. ليش عم تهربي مني؟ عم تعطي حالك أهمية زيادة، كنت عم غسل. ممكن تبعد من قدامي؟ ما رح بعد. الفستان لابق لك كتير، كتير عجبني. شكراً كتير. أنا ما قدرت بعد عيني عنك طول الليل. وانتي؟ انا ما اشتقتي لي؟ لا تطلع هيك، قلي لي اشتقتي لي. فريد، فريد، ليقوم حدا يشوفنا هلأ. اللي بده يشوفنا يشوفنا، ما بيهمني. مو مرتي انت؟ لا، نحن انفصلنا. ما قدرتي ما تقولي هالكلمة؟ فريد، بترجعك. لو نضل هيك شوي، إيديك بإيدي وعيونك عم بيطلعوا بعيوني ونفسك من نفسي، بتكون رفيقتك عم تستناك، لا تخليها تستنى أكتر. وين طلعت روح هاي؟ شو هاي من وين طلعت؟ البنت اجت من ازمير قال نلتقي، التقيتها، وقعت من السما. من وين طلعت يعني؟ قالت نلتقي. من وين حلتوه؟ تعرف مين عامل هاي الحفلة؟ مين؟ خود جدا لعائشة.
تفضل احترق. شو علاقته؟ شو بيعرفني شو علاقته؟ وفيديا مرت عمي ما قالت لنا مشان ما تصير مشكلة. بس بدي اقول لك لما عرفت انه شاهين ورح تقوم لقيامي. وانا عم بقول شو عم يعمل هون هذا؟ ايه والله تعال اخي تعال. هذا مشاني؟ مشانك. كنت تحب الجاج بالرز لما كنت صغير. يسلموا ايديك خالتي. صحة وهنا. تتوتر. رح نطلع هلا من المستشفى ونجي مشان ناخذكم. ما في داعي تتوتر. شاهين أفجي. تفضلي. أنا أزادة سانجاك زادة. تذكرتي. حكينا على الموبايل. أزهدى سانجاك زادة. عم قول بلكي بتكتب اسمي على جنب وما تنسى إذا ممكن. أنت متواضعة كتير. بعثت ناس وسألت عنك شوي وما عرفت ليش ليفوت حدا من أضنى بأعمال خيرية بأنطاكيا، بس الكل بهي المدينة بيعرفوا منيح إنه من سنين طويلة عائلتنا بيعملوا هذا الحفل. واضح منيح إنك ما عرفت حدودك باللي عملته وإنك ما بتفهم بالأصول. ما فيني اتغاضى عن قلة احترامك لكنيتي، وهالشي أكيد رح يكون له رد بوقته. شاهين بيك. يعني جاي لهون تتحديني؟ إيه؟ شو علي؟ أزادة سانجاك زادة. لا تقلقي، ما رح أنسى اسمك. جدي نيتو مانا سيئة أبداً أزادة خانو، بس كان لازم يصير طهور زيتون، وهو كان حابب يساعده. قلتي لي جدك عائشة خانو؟ كتير حلو، هلأ صار واضح مين هالبطلة الخفية اللي ورا هالقصة. على فكرة أكبر غلط بيعمله الإنسان إنه يعطي قيمة لحدا أكتر من اللازم. أزادة أنا حسين. خير يا حسين، مليت بالسجن لحتى عم تتصل فيني؟ أزادة تعي لعندي زيارة بكرة، في موضوع لازم نحكي عنه وش لوش. بدي أقول لك هالشي مهم كثير بالنسبة لك. لو كنت محلك ما بوقف. يلا سلام. كله تمام، لا تقلق. ماشي. منروح سوا؟ إليف وينها؟ عم تستنى بالسيارة. طيب، لكن لودع الضيوف وبعدين بنمشي. طيب. كانت حفلة كتير حلوة شاهين بيك، شكراً كتير على كل شيء.
إذا قدمت شي بفيد بكون مبسوط. طبعاً أكيد قدمت. تمام، ألف مبروك. الله يبارك فيك. بشوفك أختي فادية. يا روحي، عن جد بتشكرك على كل شي. ما عملنا شي. معقولة؟ عم استنى برا. تصبحي على خير. عائشة، تعي لهون شوي، بدي أحكي معي. القصة زادت عن حدها، ما بدي تروحي على أضنا. يعني بالزور بدك تمنعني؟ وانتي عم تعملي هيك لتعنديني مو هيك؟ وانت غيران علي مو هيك؟ مثل ما انتي بتغاري علي. اختي عائشة، ممكن ما تروحي قبل ما تبوسيني؟ ليش انا بقدر روح بدون ما بوسك حبيبي؟ كيف بدي روح بدون ما بوسك؟ انت روحي وعمري. الغيرة الزايدة مو منيحة، بتضر القلب. والله لا، لا قلبك من محله. عائشة، عم تدوب قدام عيوني. ما بقدر اشوف عم تموت وانا ما عم اعمل شيء. رح احكي مع عائشة، تعطينا كليتها بالذوق، يا يعني نحن بناخذها بكره ومنسكر الموضوع. ما بدي اي اعتراض. ألو، مين انتي؟ طيب انا جاي. صباح الخير، ما تأخرت مو؟ بتقول عم تعملي هيك مشان نتوجع اكثر؟ شو هاد؟ طلع فيني، انتبه على نبرة صوتك. كنت قايلت لك انه ما بتطلق منك. اذا ما رضيت وبدك نتطلق، بقول لعيلة سان جاك زادة مين انت. شو قصدك يعني؟ مين انا؟ انت مو ابنه لعدنان سان جاك زادة؟ ولك انت شو عم تخبصي؟ يا ريت مسحت وصية ابوك من موبايلك. وتأكد مو لأني بحبك ما بدي اتطلق منك، مو لهالدرجة بلا كرامة. أنا عم ردلكن الشي اللي عملتوه فيني، وخاصة كل الوساخة اللي عملتها هاندا. بدكن تلعبوا؟ نلعب ماشي، أنا بتحداكم. بعتذر يا مان، ما فيك تجتمع بهاندا.
ممكن أخذ شاي أنا كمان؟ إيه طبعاً، كيف بتحبه؟ أنا الصبح بحب أشربه خفيف شوي. آه بس ممكن أشربه مخمر هلأ. وإذا طلبت قطعة ليمون بكون بالغت شي؟ لا يا روحي، ليش بالغتي؟ أصلاً نحن منقطف ليمون كل يوم من البستان. صالحة اركدي، اطفي لنا كم ليمونة من بستان أبوك، اطفي زيادة شوي منشان نحطن فوق التشيز كيك. تشيز. أعطيها كاسة شاي. يسلموا يا حلوة. بس هالشاي سخن تشربيه؟ إذا ما بتقدري تشربيه في شاي بارد، آيس تي. لا أنا بشربه لما أكون على البحر، لما بكون متضايقة من الشو. بتسلمي. إيه إيه. شو عملتي أنتي؟ إذا ضليتي بهالمخلسة بدك تحترقي كثير. طلبتني واجيت، شو الشي المهم اللي خليتني اجي لهون مشانه؟ احكي يلا. أنا منيح أزادة، تسلمي. أنت كيفك؟ مالنا بوضع نسأل عن أحوال بعض حسين، خاصة بعد اللي عملته لابني ولعائلتي. ليكي أزادة، الصديق القديم ما بيصير عدو، ما في حدا بريء، وبظن أنت أكتر حدا ممكن يعرف هالشي. المهم نترك هالقصة ومنفوت بالموضوع. المعلومة يلي بدي أعطيك إياها بعد شوي رح تخليكي قوية بكل شيء، إن كان مادياً أو معنوياً. شوفي أزادة، رح كون صريح معك، أنا بحاجة كفالة 2,000,000 ليرة لا أقدر أطلع من هون. أنت رح تعطيني المصاري. إيه لك، كنت جبتهم معي. لك أنت شو عم تحكي حسين؟ أولاً حتى 5 قروش ما بعطيك، وثانياً معك 10 ثواني، وإذا ما قدرت تقنعني بهال10 ثواني رح قوم وروح من هون فوراً. شو هالشي المهم؟ يلا أحكي بدل وقت. 1 2 3 4 5 6 7. بكفي بكفي، هي ثانية واحدة بتكفي لتعطيني المصاري. أزادة، ابن عدنان يلي كلنا مفكرين إنه هو مات لسه عايش. بدي البشارة، صار عندك ابن ثالث. فريد بيك، لازم تنقذ عائشة، حياتها بخطر. حياتها بخطر؟ طيب مين انتي؟ امشي.
تفكرني مجنونة لصدقك يا حسين؟ انت أدرى أزادة، خليك عايشة بهالشك وخليه يقتلك. قلك شي أزادة، انت محكومة بهالسر جواتك، انت الحرة ولا أنا؟ أعطيني اسم حسين، اسم مين؟ مين؟ مو هيك القصص عزادة. انت روحي حطي 2,000,000 ليرة بحسابي أول، ورح نفتح باب هالقفص وبصير العصفور حر وقتها بغرد لك. وإذا كنتي ما بتوثقي فيني، الولد يلي مخبيه عدنان عن الكل طول هالسنين رح تعرفيه أنت والكل بعدين. لسه رح خليك تدفع ثمن تهديدي هذا غالي. أنت وبنتك المجرمة ادعوا لزمرد، ما بسخف فيها. أنت أدرى أزادة، برأيي ما بتقدر أي مرة تعيش وقت كتير مع السر. بدك ترجعي لهون من حالك إن قلت إيه أو لا. يا سجان، خلصت الزيارة. على موبايلك.